انا عاجبني قوي بالمناسبه شكل حتى التصميم بتاع مركز الفلك، هنتكلم عنه بالتفصيل وليه هذا التصميم بهذا الشكل وقدرته الاستيعابيه، عدد الشباب اللي بيترددوا عليه يوميا او حتى بالنسبه للشباب المقيمين فيه، وهنتكلم بشكل عام عن المشروعات اللي حصلت في كفر الزيات بالاضافه الى دخول المرحله الثانيه من حياه كريمه لكفر الزيات. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي من ضيوفنا دكتورة ايناس عبد المطلب نائب رئيس مركز ومدينه كفر الزيات، والدكتور عبد الوهاب الحضري منسق وحده حياه كريمه بالغربيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. منورنا يا فندم، صباح الخير. اهلا يا فندم، تشرفنا ومنورنا. يا اهلا بحضرتك دكتور. عايز ابدا مع حضرتك من مركز الفلك، انا عايز اعرف فكرته جت ازاي وتصميمه. انا اعرف ان هو يعني في متخذ هذا التصميم او هذا الشكل في ايطاليا تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مشروع الفلك مشروع خدمي قامت بيه ونفذته، هو كان الأرض ملك الكنيسة، تم تصميمه على شكل مركب سيدنا نوح. المركز بيستقبل عدد كبير جدا جدا من أطفال متلازمة داون من سن 6 سنين ل 18 سنة. المركز يعني بيتكفل بكل حاجة، بيقدم لهم الدعم النفسي، بيساعدهم في ان هم اولا كل طفل بيبقى له غرفه مستقله، كل حاجه لها لون لوحدها، الدولاب بتاعه، الشنطه بتاعته، الادوات بتاعته، كل لون بيختار، كل طفل بيختار اللون اللي هو بيحبه وبيبتدي يبقى ملازمه طول الفتره. هم بيقدموا لهم الدعم النفسي طول الوقت، بيساعدوهم يتعلموا انشطه جديده ومهارات جديده، بيخلوهم يتعلموا المشغولات اليدويه والشغل الكروشيه والتريكو، بيعلموهم حاجات كده، الحاجات الحسيه والحاجات اللي تخليهم يستشعروا، زي ان هم مثلا يجيبوا لهم الكوبايات ويحط لهم عليها حاجات مصممه منحوته كده عشان يقدروا يبقى عندهم يستخدموا حاسه اللمس فيها. الاطفال طبعا بتقدم لهم كل الخدمات، بيلاقوا علاج يعني على اعلى مستوى. المركز كمان ده بيتردد عليه الناس من الاطفال من كل محافظات الجمهوريه، يعني هو مش مقتصر على محافظة الغربية بس، لا، على كل محافظات الجمهورية بيجيله أطفال متلازمة داون. ده عظيم جدا. دكتور عبد الوهاب، حياة كريمة داخلة في المرحلة الثانية في كفر الزيات زي ما حضرتك قلت لي، عايزين نعرف إيه المخطط خلال الفترة اللي جاية؟ في البداية يا فندم برحب بحضرتك داخل مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية ومن أمام أحد أهم المعالم الإسلامية الأثرية عندنا، مسجد سيدي أحمد البدوي. يمكن احنا عندنا محافظة الغربية فيها 8 مراكز، بدأنا المرحلة الأولى لحياة كريمة، دخلنا الحمد لله بمركز زفتة في المرحلة الأولى مع بداية عام 21، واحنا يمكن احنا دلوقتي في مركز زفتة أوشكنا على نهو المشروعات، جميع المشروعات بنسب تنفيذ تجاوزت ال 85%، دي كانت المرحلة الأولى عندنا داخل محافظة الغربية. زي ما قلت لحضرتك إن محافظة الغربية فيها 8 مراكز، المرحلة الأولى كان مركز زفتة، المرحلة الثانية بنستعد ليها بالدخول في 4 مراكز جدد، عندنا مركز المحلة، مركز بسيون، مركز قطور، ومركز كفر الزيات. يمكن احنا استعدادات المحافظة الخاصة بالمرحلة الثانية اللي هتنطلق ان شاء الله مع بداية شهر 7 القادم، يمكن احنا المحافظة الغربية استعدينا منذ فترة ماضية، واحنا في تواصل دائم ولقاءات حوارية مع اهالينا داخل جميع قرى الاربع مراكز الجدد، نزلنا كل القرى ونزلنا جميع العزب الموجودة عندنا علشان نرصد الاحتياجات الفعلية لاهالينا داخل الكرة. ودي كانت توجيهات السيد رئيس الجمهورية وفخامة الرئيس ان احنا المشروعات اللي يتم تنفيذها داخل كرة حياة كريمة تكون جاية من المواطن ذات نفسه علشان تلبي احتياجاته، وبالتالي لما يكون عندنا خطة جاية من ارض الواقع ومن داخل القرية عشان لما نحطها في خطط تنفيذية يتم تنفيذها على ارض الواقع يكون في رضا جماهيري ورضا عند المواطن، لان المشروعات اللي هو طلبها مبادرة حياة كريمة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بيتم تنفيذها وبيشوفها بنفسه داخل الكرة عندنا في حياة كريمة. عظيم جدا. دكتور عايز اكمل كلام مع حضرتك عن الفلك، مركز الفلك، طبيعة الدعم كمان المقدم لأبناء متلازمة داون والأهليهم كمان، يعني حضرتك احنا بنتكلم دلوقتي هل في ناس مقيمين بالفعل في هذا المكان؟ هل في مترددين بشكل يومي زي ما حضرتك قلتي من مختلف المحافظات؟ تمام، هو فعلا الاطفال مقيمه اقامه كامله شامله في المكان ده، ومسموح طبعا لاهاليهم بانهم بييجوا يزوروهم في اي وقت، ما فيش مشكله. مش مساله زياره اهاليهم، تقديم الدعم الخاص باهاليهم في طريقه التعامل والدعم مع الدعم طبعا. احنا ده هم بيتم عمل حملات توعيه طول الوقت لاهالي الاطفال دي علشان يعرفوا ازاي يتعاملوا مع الاطفال بشكل دائم، وانهم يحاولوا يخلوهم يندمجوا مع المجتمع. يعني الهدف الاساسي من انشاء المشروع ده، مشروع الفلك، ان الاطفال دي
نساعدهم على ان هم يندمجوا في المجتمع بشكل عام. وطبعا ده برضو اتجاهات الدولة دلوقتي زي ما حضرتك عارف، نشر الوعي ما بين الاطفال كلهم في المدارس، ان احنا الاطفال يساعدوا اطفال متلازمة داون على انهم يندمجوا معاهم بشكل طبيعي في المدارس والمجتمع بشكل عام. النقطة الثانية اللي حضرتك سألتني فيها ان بيتوافد عليه يوميا، طبعا في ناس بتتوافد يوميا من كل محافظات الجمهورية، يوم دراسي مثلا. ايوه يوم دراسي، يوم ترفيهي، ساعات بيعملوا محاضرات وندوات ثقافية، بيتم دعوة ناس كتير جدا من كل المحافظات وبيجي طبعا القائمين على مؤسسة الفلك دي ناس مدربة على اعلى مستوى، يعني ناس مهنية بالنسبة 100%. عظيم جدا. دكتور عبد الوهاب، حضرتك بتقول ان احنا داخلين خلاص مركز كفر الزيات في المرحلة الثانية، حياة كريمة، بكل تأكيد احنا حطينا الخط خلاص وعرفنا المشروعات اللي هنشتغل عليها. ايه بالظبط اللي هيتم في كفر زياد؟ تمام يا فندم، احنا عندنا مركز كفر زياد 6 وحدات محليه، 37 قريه. ان شاء الله مستهدفين ان كل القرى هيتم خدمتها بالكامل بخدمات الصرف الصحي. شبكات المياه المتهالكه هيتم تغييرها واستبدالها وعمل خطط للمد والتدعيم لشبكات المياه. كمان عندنا الطاقه الاستيعابيه لمحطات معالجات الصرف الصحي عشان نستوعب القرى الجديده اللي هتخش معانا في الخدمه. هيكون في توسعات لمحطات الصرف الموجوده عندنا عشان نستوعب كميات الصرف الموجوده. كمان عندنا خطة كاملة لتغيير الكابلات النحاسية لمنظومة الاتصالات، لأن الدولة كلها بتتجه دلوقتي للتحول الرقمي والربط مع العاصمة الإدارية، فإن شاء الله هيكون في تغيير لكافة الكابلات النحاسية الموجودة عندنا واستبدالها بالكابلات الألياف الضوئية والفايبر أوبتكس عشان منظومة التحول الرقمي والرقمنة وسرعة الإنترنت اللي هتقدم إن شاء الله لأهالينا داخل القرى. كمان إحنا عندنا جميع القرى هيتم تغطيتها بإذن الله بخدمات الغاز الطبيعي، وهيكون عندنا كل بيت في كرة مركز كفر زيات والأرب والثلاث مراكز التانيين اللي داخلين معانا حياة كريمة إن شاء الله في المرحلة التانية هيحصل على خدمات الغاز. والمشاكل اللي كنا بنشوفها قبل كده من صعوبة الحصول على اسطوانات الغاز دي إن شاء الله مش هتكون موجودة عندنا. كمان إن شاء الله مشروعات تبطين الترع وتحسين شبكات الكهرباء عندنا على مستوى كرة كفر زيات بالكامل والثلاث مراكز التانيين بالكامل إن شاء الله هيتم تغييرها وتحسين الجهود ورفع كفاءة شبكات الكهرباء. ده بالنسبة للبنية التحتية. إن شاء الله بالنسبة للخدمات البنية الفوقية هيكون عندنا خطة إن شاء الله لرفع كفاءة المدارس الموجودة عندنا سواء بأعمال الصيانة أو التوسعات عشان الكثافات الطلابية الموجودة عندنا داخل الفصول، وننزل بالحدود الموجودة عندنا الكثافة الطلابية تكون أقل من 40 طالب داخل كل فصل. كمان عندنا منظومة الصحة، والدولة كلها بتتجه دلوقتي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. عندنا خطة لعمل مراكز طب الأسرة ووحدات طب الأسرة بمعايير التأمين الصحي الشامل هيتم تنفيذها داخل قرى الاربع مراكز الجدد. مراكز الشباب بالكامل ان شاء الله هيتم تطويرها، والقرى المحرومه من خدمات الشباب والرياضه حطينا في الخطه ان شاء الله يكون في دعم وفي انشاء لمراكز شباب جديده، وحدات الاسعاف والحمايه المدنيه والاسواق كل ده معانا في الخطه التنفيذيه. بعد التوافق ان شاء الله من مجلس الوزراء على هذه المشروعات سيتم البدء في التنفيذ مع بدايه الشهر 7. تمام دكتور انس، اكيد في تنسيق طبعا عشان نعرف ده هو بيتكلم عن القرى وبيتكلم عن الريف واللي هيحصل في القرى في حياة كريمة في المرحلة الثانية، فبكل أيوه. تأكيد في تنسيق مع الوحدة المحلية مع رئيس الحي عشان ما نبتديش رصف واحنا لسه عندنا أعمال بنية تحتية. ده بالنسبة للقرى. أنا عايز أتكلم مع حضرتك دلوقتي عن حاجة مهمة جدا وشفناها وتابعناها في التقرير. المواطن لازم يلمس ان في تغيير حصل، واعتقد ان احنا وانا بنتكلم عن مركز ومدينه كفر الزيات فعايز اتكلم عن التكدس المروري اللي كان موجود في مدخل مركز ومدينه كفر الزيات. عملنا فيه ايه فا؟ تمام، هو طبعا بيتم التنسيق مع مؤسسه مع حياه كريمه ونسق حياه كريمه. الاحتياجات زي ما الاستاذ عبد الوهاب الدكتور عبد الوهاب اتفضل وقال، الاحتياجات اللي بيتم تنفيذها هي الاحتياجات اللي تمت من خلال المواطن، يعني هم قدموا طلبات، احنا عايزين نرصف الشارع الفلاني اللي باسم كذا، عايزين نعمل صرف صحي في المكان الفلاني، عايزين البنية التحتية كاملة، الخمس مرافق الأول هنشتغلها وبعدين الرصف آخر حاجة. طبعا ده بيتم بالتنسيق من خلالنا، يعني دكتور عبد الوهاب زي ما وضح الاحتياجات اللي هم طلبوها هي اللي تم إدراجها في البيانات اللي راحت مجلس الوزراء عشان يتم الموافقة عليها. دي بالنسبة للنقطة دي. إن أهم حاجة بتحصل عندنا في كفر الزيات دلوقتي هو التوسعة اللي بتتم في مدخل المدينة. طبعا مدخل مدينة كفر الزيات زي ما حضرتك قلت في البداية هي مدينة صناعية فيها أكبر خمس مصانع وشركات ضخمة بتصدر للعالم كله،
كانت الطرق تقريبا شبه متهالكه. التكدس اللي حصل الفتره الاخرانيه من العربيات والباصات والتكاتك طبعا للاسف الشديد بدايه عمل كفر الزيات. بدايه التكاتك في مصر اعتقد كانت اسمه دودو تقريبا. ايوه النشأة فعلا كانت في كفر الزيات. ايوه فعلا. فطبعا هي في عدد كبير جدا ده طبعا خلى مدخل المدينه بيبقى مخنوق، وفي الاوقات الذروه طبعا بيبقى السيطره على الموقف يعني غايه في الصعوبه. ف اللي احنا عملناه الفتره الاخرانيه ان احنا شلنا الارصفه خالص. عملنا الاول توسعه مدخل المدينه من اول مدخل شارع الزربيني بتكلفه تقريبا 13 مليون جنيه. عرض الشارع بقى 20 متر تقريبا، حوالي كيلو ونص تقريبا. عملنا ارصفة متساوية وعملناها بالانترلوك طبعا، تم تخطيط الشارع وتشجيره طبعا احنا وعملنا فيه طبعا بلعات مطر طبعا. كانت البنية التحتية تم الانتهاء منها تماما قبل ما يتم الرصف. بعد كده بعد ما خلصنا مدخل المدينة من شارع الزربيني دخلنا على منطقة المحطة اللي هي فيها منطقة المحطة دي فيها اكبر منطقة خدمات فيها البنوك، فيها البوسطة، فيها كذا بنك. أو طبعا فيها الموقف، فيها سوق تجاري، فيها محطة السكة الحديد. فطبعا المنطقة دي في وقت الذروة بتبقى مخنوقة لأقصى درجة. احنا طبعا وسعنا الشارع على قد ما قدرنا، صغرنا الرصيف، شلنا كل العوائق اللي كانت في النص. ايش لو حضرتك بتتكلم عن موضوع تصغير الأرصفة، أتمنى إن احنا في أي رصيف بنعمله بعد كده يراعى هذا الأمر، لأن احنا ما نهتمش مثلا باننا نعمل رصيف كبير في شارع ضيق ونيجي بعد فتره نضطر ان احنا نرجع تاني نقلل الرصيف. فدي نقطه مهمه جدا. طبعا انا بشكر حضراتكم، شرفتوني ونورتوني. احنا بنتكلم عن التطورات اللي حصلت في مركز مدينه كفر الزيات، بكل تاكيد بيلمسها المواطن لانه شاف كان في تكدس وكان في اختناق مروري في المدخل، لكن دلوقتي الحمد لله الدنيا افضل، ولسه كمان لما تدخل حياه كريمه لمركز مدينه كفر الزيات بكل تاكيد الوضع هيتغير. شكرا جزيلا دكتور ايناس عبد المطلب، نائب رئيس مركز ومدينه كفر الزيات، ودكتور عبد الوهاب الحضري منسق وحده حياه كريمه الغربيه. شكرا جزيلا لحضرتك لحضرتك يا فندم والسادة المستمعين.